ملفات مهمة سيتم مناقشتها اليوم، الملفات العالقة التي يعني لم تجد لحد هذه اللحظة يعني حلا جذريا، بخصوص الملفات الأمنية، ملف المياه، ملف النقل، ملف التعليم، وملف التجارة، ملفات هامة واستراتيجية سيتم يعني التوقيع عليها بين الجانب العراقي وبين الجانب التركي. الملف الأول هو ملف المياه، يعني تسعى الحكومة العراقية على حل ملف المياه، خاصة وأن العراق مقبل على صيف حار جاف، وبالتالي أيضا يعاني من ندرة المياه في السنوات السابقة، فبالتالي هو مهتم بتفعيل ملف المياه ومن ثم إنشاء سدود، أو أن يعني تعزز تركيا صادرات المياه على أن تكون مضاعفة كما كانت سابقا، بالإضافة إلى ملف صادرات النفط. بعد أن تنتهي الزيارة في الساعة 5 عصرا أو 4 عصرا اليوم، سوف يذهب الوفد التركي برئاسة أردوغان إلى إقليم كردستان أيضا لمناقشة ملف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي. ولكن لو نتحدث في العاصمة بغداد، ملف التجارة سيكون ملف أكبر ويكون ملف شامل أكثر، لأنه الصادرات العراقية التركية بلغت ما يقرب من 22 مليار دولار سنويا، فبالتالي تسعى أو يسعى الجانبان على أن تكون الصادرات ويعني التبادل التجاري بين الجانبين أكبر، حتى تصل إلى 30 مليار دولار يعني سنويا، ربما قد يتجاوز هذا الرقم بكثير. هذا ما تسعى عليه الحكومة العراقية وما يسعى عليه الجانب التركي والجانب العراقي، بالإضافة إلى ملف يعني الملف الأمني. هنالك أيضا مساعي، وهي تركيا تحمل في جعبتها وفي حقيبتها وإنهاء التواجد البككة على الشريط الحدودي بين تركيا وبين العراق، كونه يقوض الجانب الأمني لدى تركيا. هذا الملف الذي تفاوض أو يفاوض عليه الجانب التركي في هذا الخصوص بالتحديد. طيب مهدي، يعني هنالك من يرى أنه سيكون هنالك نقلة في العلاقات بين البلدين فيما يخص تحديدا طريق التنمية وأيضا ملف المياه. بكل تأكيد يا وسن، نحن هنا نتواجد في فندق الرشيد حيث الوفود والوزراء والمستشارين. هنالك وفد إماراتي قطري وتركي وعراقي، وفد رباعي يتضمن طريق التنمية الذي يبدأ من جنوب العراق وحتى شماله. هنالك مساعي على أن يعني تبدأ هذه الشركات بالدخول في العمل في العراق بعد إنهاء جميع المشاكل العالقة والمتعلقة بهذا الجانب، حتى تبدأ هنالك مساعي من قبل أنقرة حول حل هذا الموضوع والبدء به في أسرع وقت ممكن، كونه يمثل نقلة تجارية وقفزة اقتصادية.